الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح الفصل 181 فول 2. واحدة من الأسرار في هاتفك الأندرويد والتي تجعل بطارية هاتفك تستنزف بشكل يعني أسرع هو الواي فاي. فالعديد من الخبراء يقولون يعني دائما عليك تعطيل الواي فاي، لكن نحن نستعمله بطبيعة الحال للاتصال بالانترنت إلى غير ذلك. فالواي فاي بحد ذاته عندما تقوم بتفعيله أحبابي في الله فهو يقوم بعمليات يعني بحث دائم عن الشبكات، وهذا أكبر عدو يعني لاستنزاف البطارية. بالتالي في هذا الدرس سوف نتعرف على كود، يعني ليس كود بهذا المفهوم، ولكن هي مجموعة من الأوامر التي تضاف إلى ملف build بونتو بروب يعني الموجود في السيستم، يعني ملف وخاص بالنظام شرحنا من قبل يعني كيف تضيف إليه بعض الأكواد لكي تجعل يعني هاتفك أفضل يعني وتضيف إليه بعض الخصائص. طبعا إذا قمت بإضافة هذه الأشياء يعني أحباب في الله سوف تشاهد فرق كبير جدا في البطارية. فأنا شخصيا قمت بتطبيقه على هاتفي الآخر الذي به الروت، لاحظ معي 34% الحين، يعني 11 ساعة أكثر من 11 ساعة تدوم البطارية. ثم ايضا سوف اشرح لك في هذا الدرس كيف تصلح بطارية هاتفك حتى وان كانت يعني تالفة وقديمة لا تدوم طويلا، سوف تعيدها بشكل افضل احبابي في الله عبر التطبيق، سوف نشرح في هذا الدرس. طيب كل ما عليكم فعله في الاول هو فتح روت اكسبلورر، هذا الـ البرنامج او التطبيق الذي سوف تجدونه بأسفل الفيديو. وذكر بانه سوف تحتاج الى صلاحية الروت، اضغط فقط على الصورة التي تظهر لك الحين لمنح صلاحية الروت بسهولة على هاتفك الاندرويد، شرحت ذلك من قبل. ثم اذهب الى ايمن الى ملف السيستم الذي سوف تجده في الاسفل، هذا هو الملف سيستم، ثم قم بالضغط هنا لمنح صلاحية الروت بطبيعة الحال هنا لحين ما تتحول الى r/o كما تشاهدون، ثم اضغط على مجلد build او ملف build.prop بهذا الشكل مطولا، ثم قم بفتحه بالtext editor open يعني text editor هنا كما سوف تشاهدون. ثم كما فعلنا في احدى الدروس سوف ننزل الى الاسفل، فقط ابحث عن اندرويد تساوي اندرويد كما سوف تشاهدون، اعرف اذا تظهر لكم اندرويد تساوي كما تشاهدون، اضغط على انتر يعني، ثم اضيف هذا الكود الذي سوف تجدونه اسفل الفيديو، هذا هو احبابي في الله الذي كما ذكرت سوف يجعل عملية البحث عن الشبكات في عندما تقوم بتفعيل الواي فاي لا تستهلك بشكل كبير يعني البطارية. سوف تشاهد كما ذكرت فرق كبير وكبير جدا، وهذه واحدة من الأسرار الخاصة بالأندرويد. طيب يعني بعد نسخ الكود الذي سوف تجدونه أسفل أو مجموعة من الأوامر، تذهب إلى نيم تساوي أندرويد وخلفها مباشرة تقوم بإضافة الكود كما تشاهدون، ثم بعد ذلك اضغط هنا واضغط على حفظ التغييرات، ثم اضغط مرة أخرى اضغط على Save and Exit يعني، ثم قم بعمل إعادة تشغيل لهاتفك الأندرويد. سوف تشاهد بعد ذلك أن البطارية سوف تدوم أكثر مما كانت عليه. هذا عن تجربة شخصية أحباب في الله ولا خوف على هذا الأمر، ولكن تفديا للمشاكل قم بأخذ نسخة احتياطية للروم الخاص بهاتفك. ففي الدرس السابق لم أسجل أي يعني مشكل بالنسبة للإخوة الكرام، لكن تفديا للمشاكل قم بأخذ نسخة احتياطية للروم الخاص بهاتفك. ثم أنصحك أيضا يعني كعملية ثانية، إذا كانت لديك مثلا بطارية تالفة لا تدوم أطول، وحتى بطاريتك التي تستعملها وإذا كنت تريد ساعات أكثر، فقط استعمل هذا التطبيق، قم بفتحه صراحة اضغط على ستارت، ثم تلقائيا هذا التطبيق سوف يصلح جميع مشاكل البطارية الخاصة بهاتفك. سوف يبحث عن الخلايا التالفة في البطارية سوف يصلحها، لحين يعني اللون البني يعني كما تشاهدون خلايا نوعا ما التالفة، ثم الأحمر يعني الخلايا التالفة بشكل أكبر، فسوف يتم بعد أن نجدها كثيرا اضغط على إصلاح يعني سوف تجده هنا، ثم يعني قم بعمل إعادة تشغيل للهاتف. بعد ذلك سوف تشاهد أيضا البطارية تدوم أكثر وسوف تتحسن أحبابي في الله، فقط اضغط على إصلاح بعد أن ينتهي وأن يكتشف يعني جميع الخلايا التالفة في البطارية التي تكون باللون الأصفر على ما أعتقد واللون الأحمر.
اضغط على اصلاح وهكذا سوف تصلح بطارية هاتفك احباب في الله. نقطة اخرى مهمة جدا ايضا انصحكم به، قم بشحن بطارية هاتفك الى 100%، قم بتحميل هذا التطبيق، يحتاج هو الاخر الى صلاحيات الروت، ثم اضغط على هنا لعمل معايرة للبطارية، اضغط على يس، ثم انتظر قليلا وقم باعادة تشغيل للهاتف، ثم اشحن بطاريتك حينما تصل الى 100%. سوف تشاهد ايضا يعني فرق كبير وكبير جدا قبل وبعد يعني هذه العملية جميعا أحبابي في الله. فهذه الأشياء التي أنصحكم بها بدون الحاجة إلى استعمال يعني الأكوار. طبعا يعني الشيء الأمر الأوامر الأولى التي قمنا بإضافتها مهمة جدا، لأنها سوف تقوم يعني بمنع استهلاك البطارية من الواي فاي عندما يقوم بالبحث عن الشبكات، وهذا مهم جدا. وثم الأمر الثاني هو إصلاح البطارية، جميع الخلايا التالفة في البطارية حتى وإن كانت قديمة سوف تشاهد فرق كبير جدا. والتطبيق الثالث يعني سوف يقوم بعمل معايرة للبطارية لاكتشاف يعني الشحن الوهمي، يعني نسبة الشحن الوهمي في البطارية، ثم القضاء عليه، وهكذا سوف تشاهد فرق كبير أحبابي في الله. فهذا ما كنت أريد يعني أن أشاركه معكم في هذا الدرس، استفدت منه وأريد يعني مشاركته معكم. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو لبونتك إلى 5.com، اللي لو سمحت على الفيسبوك facebook.com/حول في السماء، هذا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.